الراديو 90-90 هواها مصري. أماكن بيستخبى فيها فيروس كورونا وطرق الوقاية منه عن طريق تعقيمها. مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أكد أن الطريقة الوحيدة لانتقال فيروس كورونا هي الرذاذ المتطاير من المصاب، وقال أن في أماكن في أجسامنا ممكن تستقر فيها جزيئات لا ترى بالعين المجردة من الرذاذ، ده ممكن يتسبب بالإصابة بفيروس كورونا. والأماكن هي تحت الأظافر، في الإيدين، الشعر، والعينين. ازاي نقدر نطهر اجسامنا ونتاكد من عدم اختباء فيروس كورونا في الاماكن اللي لسه قايلينها؟ غسل الايدين بالميه والصابون لمده كافيه 20 ثانيه على الاقل كل 20 دقيقه، او تطهيرها بمعقم كحولي السانيتايزر وتتاكد ان نسبه الكحول فيه تصل ل 70%، وتاكد من وصول الميه والصابون او المعقم لجميع اجزاء اليدين. قص الاظافر بشكل دوري، تجنب استخدام الاظافر الصناعيه. يا بنات من فضلكم تجنب استخدام الاظافر الصناعيه اللي بتمنع وصول الميه والصابون للاظافر الحقيقيه. تجنب وضع طلاق الاظافر للسماح للميه والصابون بالوصول للطبقه الخارجيه للاظافر. غسل الشعر بشكل يومي، عدم لمس الشعر بالايدين قبل غسل الشعر او قبل غسلهم كويس. تجنب ملامسه الشعر للوجه بشكل قدر الامكان. غسل فرشة الشعر وتعقيمها، عدم مشاركة أي أدوات ليك مع أي حد، عدم دخول البيت بالحذاء ومراعاة ارتداء نفس الحذاء ومراعاة عدم ارتداء نفس الحذاء ليومين متتاليين لأنه لازم يتطهر ويتعرض للشمس. الحاجات دي احنا للأسف مش مهتمين بيها، فخلينا نقولها تاني من فضلكم. غسل الإيدين بالمية والصابون لمدة كافية 20 ثانية على الأقل كل 20 دقيقة، أو تطهيرها بمعقم كحولي وتأكد من وصول المية والصابون والمعقم لجميع أجزاء اليدين. قص الأظافر بشكل دوري، تجنب استخدام الأظافر الصناعية، تجنب وضع طلاق الأظافر للسماح للمية والصابون بالوصول للطبقة الخارجية للأظافر. غسل الشعر يوميا، عدم لمس الشعر بالإيدين قبل غسلهم كويس. تجنب ملامسة الشعر للوجه قدر الإمكان. غسل فرشة الشعر وتعقيمها، وعدم مشاركتها مع أي حد، وعدم مشاركة أدواتك خالص مع أي حد حتى لو في البيت. عدم دخول البيت بالحذاء ومراعاة عدم ارتداء الحذاء لنفس الحذاء لمدة يومين متتاليين لأن لازم يتطهر الحذاء ويتعرض للشمس يوميا بعد ما ترجع من شغلك، يعني لو بترجع متأخر على الأقل اليوم التاني يتعرض للشمس. دي كانت شوية أخبار ودي شوية نصايح.